ايوه بسم الله عليك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وصلنا للديره اللي تبيها. الله يسلمك. جايينكم من حفر الباطن. الله يبقيك. لنا ثلاث ايام وحنا نسوق في ذا الطريق. هذا قريه كرزماويه اللي يقولون عنها. اي هذه هي يبا. الحمد لله على السلامه. هذول الرجاجيل المطاليق. ونعم. اللي كلنا يسولف فيهم. اي أيوه وجبنا الكرامه حقتك. من دول الوطن العربي كلنا يهرج فيهم. ونعم. ما شاء الله. هذا 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 مناحي. اي هذا. اللي يقول عنه مناحي مناحي. اي أيه مناحي مناحي. ما شاء الله عليك ما عاد تنسى. هذا اللي يقولون عنه. كنهلي. اي هذا هو. عقبه الشاعر. اي نعم أيه. انا لا قلت اللي لا قلت كنهلي. أيه. شفت عقبها ما كلام من زين ولا قصيد زين. كفو كفو. عليك زود. وهذا اللي يسوي مقلقل. ايه. وهذا اللي يقول معنز احجاجي على الله. احجاجي على الله. هذا هو نظارة. سعود علوش. اي. هذا. ملك ابراهيم. اي هذا ابو سن ركب سنه. تعال افتح فمك. تعال خليجي تعال يا ولدي. تعال ابوي يبغاه. شوف هذا عقب ما ركب سنه ما عاد نرضى الا بابو مسفر بس. اي هذا لا خل والله ضحك شريف يا رجال. خايف متعافي قم حق ما شاء الله على ابوي. والله بغي ادرم ايدي متعافي يا شيخ. ما شاء الله هذا من لك الزين. هذا يوسع الطريق. هذا من اكل اللي ناكله في مضغوط بيتنا. ما شاء الله هذا العصا. هذا بغمازات. اي ما شاء الله يا غمازاته. خلها يا ولد. سبين. يا ولد هذا ولد. هذا ولد اللي لحقك. ونعم. ايش رايك فيه ذا؟ ايش رايك فيه ذا اللي ابغى مازات؟ لا اللي ابغى مازات ونعم فيه. ترى صوته زين. شوف اللي جنبه. اللي جنبه يوبا. هذا اللي تمدحه. هذا نصر البريت. اي هذا انت نصر البريت. الله الله ما شاء الله عليك. ما شاء الله والله. وش تقول لهم في الذبيحه؟ هذه جوب عليهم. هذه على علمهم الطيب ونبوه. اي تسلم. العالم كله يسولف فيهم وعلومهم غانمه وطيبه. وعندهم محتوى هادف. السلام. وصناعين محتوى جميل. بسم الله عليك. وهذه كرامتهم الليله. خلي يدي ابوك. خلي يدي ابوك. ما شاء الله. وهذه جدة. ها؟ يا قرب له ما هو بعيد. ما ادري انا مرن علي الشنب. تحت اللحيه مر علي ما ادري وش. هذا الشيب. شيب وقار الشيب. المهم عشاكم الليله. خلاص والله احنا بنقول الله يكثر خيرك وخيرك ويهينك ويحييك. نزل الحلا. الله يسلمكم. تسلم بيض وجيهكم. اسمع خلنا نسلم على هلا الحمد لله على السلامه. وبيض وجهك. اهلا وسهلا. يا جد تبلل الامور الطيبه كلها. والله يجعل ربي يغنيك ويكثر خيرك ولا يبارك عليك. يا جد تعال يا ناصر. الله يبيض وجهك. بيض وجهك. بيض الله وجهك. تعال مناحي. انت مغطس البشت. نزل الحلا. لا بيض الله وجهك ابو عواد. الله يطول عمرك ويكثر خيرك. وخيرك. بيض الله وجهك ابو عواد. وجهك طويل العمر. رسالته للحفر لمناحي. ها دقيقه. لا شغال. انا ايه اقول عند السلامة. خذ راحتك الله يسلمك. يا الله يغنيك ويكثر خيرك خير. ويبيض وجهك وجه. رحت ولا جيت الا بالشحم وعلوم الطيبة كلها. ولا هي بغريب والله عليك علوم الطيبة. انت تفعل الشحم ومن روس قوم يفعلون الشحم وعلوم الطيبة كلها. فالله يجعلنا من عدمك. والله يبيض وجهك والله لا يهينك. هذا اللي لك منا يا طويل العمر. وبيض الله وجهك بياض الشاش. اول حاجة تستاهلون ولا هي بحقكم والله على ما قيل. وكل له قدر واحترامه. وهذه على ما قيل غبنا يومين وان شاء الله ما نغيب الا بالشر. بيض الله وجيهكم انتم. ومناحي اوصل سلامي لاهل الحفر لك انت خاصه وللشباب عامه. الكل قال وصل سلامي لمناحي. وهذا انا الان امام الشاشه واقول لمناحي اهل الحفر يسلمون عليك. وهذا الدليل محبه الله لك وانتم شهداء الله في ارضه. وهذا محبة جمهورك يوصلون الكلام لك. وش تبي تقول لهم الآن بالشاشة؟ أول شيء الله يطول أعمارهم وعمرك ولا يهينهم. وأنا واحد من عيالهم قبل متسابق واحد من عيالهم. والله يبيض وجيههم ويجزاهم خير على هذه المحبة. الله يبيض وجهك. وشغلونا شيلة نبي نلعب. خلونا أنا ما لعبت. يلا أبى ألعب أنا ومناحي. حق شيلة أبو عبد الإله. اي شيء عادي يشغلونها. شغلونا شايف ابو عبد الله. الله يبيض وجيهكم ويرفع قدركم يا الاعداد ما قصروا. طيب شغلونا شايف ابو عبد الله. شغلونا شايف الله يبيض وجيهكم. ها في ذمتك. اه
يا هلا الوقفات واهلا الزعامة مرحبا فيها من النور نور واثني الترحيب والراس طايل بالرجال أهل الوفا والجمايل والمحازم حاضرة ما تبور مرحبا منا ليوم القيامة يا أهل الوقفات وأهل الزعامة مرحبا فيها من النور نور واثني حالك ابو عوال الله يبقيك ابو مساعد مرحبا مرحبا ترحب الله يجعل هم يسر الله يجزاك ومرحبا يا حبيبي ومسهلا وش حرب عليك جيت منهم يا حبيبي طيبين وخير ويسلمون عليكم الله يسلمهم كل شيء يسلمون عليكم كلكم والله ما واجهت واحد الا انه يسلم عليكم الأمانة الله يسلمهم كل شخص له جماهيريته جعل ربي طيب والله وفي توصيات البثوث والغياب عن البثوث بعد الخشب ايوه بيصير بالسعد هم يشوفونك انا اوصل الرساله اللي جتني وصلت الرساله وصلت الله يبيض والله يحييك تحيه المطلق الله يبقيك الله يغنيك بغناته
والله يجعلهم يسر. والله مو بحقكم. وبيض الله وجهك ويجعلك بالله في الوجود. يا بعد روحي. والمقصد شوفتك. يا بعد. وشبانك طيبين. ابشرك. الله يحفظهم وياك رب العالمين. مرحبا الله وسهلا. الله يحييك. الله يحييك. يسلمهم من كل شر. وحلانه حلوا. حلوا يا سلوم يا حلانه غير. يسلمهم والله العظيم اننا نحبهم. ونبيهم وانا ويا ابو عواد ترى من دون العرب يا حبيبي والله انها صحيح انتم شفتوا فنقول والله العظيم ان نحبكم بعد وانكم غاليين عندنا محمد وجعلنا ما نبتيكم يلا مسخن مسخن وين يلا هفض الحر يلا اللي تبون انت جيت يا ابو مشعل شان يا رجال الحر يا حبيبي عاونك اي جبديك لبيه ممتاز تعال شد يا حمد وش مكرونه عواد عقبها لازم نعرف مخبات نكسيوم ليش تسوي حطهم فيها ما ينزل ولا بلا معجون مكثرين المعجون ليه حرقه مشو وتسمم ما وفاه نقول وفا. هم اجتهدوا والله حاطين معها بهارات شاورما لحم وين لا عليك انا ناس على تخفي شغله يقول ان شاء الله اثق فيك اللي يشوف ابيك تشرب من المرقه شوي لا نبي ناكل لك ودعنا اشرب من المرقه شوي اذا حضر الشاي القمه لك اللي تبي صادق خلها عشان انتم ما كملنا لا تعال جيبها هناك ايه الله يقويك قواك الله وش فيك عودت انت وش لبسته؟ تظل خرب الراس عاملها برؤفة يا ولد الله يعينك قل لي خليك رؤوف معها يا اخي الله يا ولد الله يعينك قل لي ليش؟ نجيت تد على واحد يا ولد بيحسبك تمزح معه اصبر قبا قل لي قل لي ليه؟ لان صوتك خلاص يا اخي لا تعطي صوت علمني ترى صوتي صار افضل من قبل صار معك تو كاتب صوتك صار ما صار وش سالك عنه؟ ما حسين والله مش مخاطر